61% هي نسبة ارتفاع مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وأشار المعهد إلى أن السعودية هي المستورد الأول للأسلحة في العالم. سباق للتسلح في الشرق الأوسط، أمريكا أكبر المصدرين للسلاح والسعودية أكبر المستوردين له. التوتر في الشرق الأوسط جعله الأكثر إنفاقا بزيادة تقدر بأضعاف زيادة مصاريف الصحة والتعليم. كمية الأسلحة المصدرة إلى الشرق الأوسط تشكل مصدر قلق، خصوصا أن المنطقة تشهد صراعات وتوترات وتصعيدا جديدا محتملا في النزاعات. الجبهات العديدة التي فتحتها السعودية كحربها في اليمن وحصارها لقطر والتوتر مع إيران جعلتها تتربع عرش المستوردين للأسلحة عالميا. ترسانة للدفاع الصاروخي من منظومة ثاد بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى دبابات وطائرات وأجهزة تحكم بمليارات الدولارات. أما فرنسا التي أتت في المرتبة الثالثة عالميا فقد استفادت من الطلب العالي على أسلحتها في مصر بزيادة تبلغ نسبتها 26%. شرق أوسط مشتعل بالصراعات جعل من التسلح عقيدة تمولها أرواح البشر. وينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم بيتر ويزمان كبير الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. مساء الخير بيتر وأهلا بك. إذا أبدأ، يعني ما أهمية هذا التقرير والتقارير المشابهة طبعا والحملات والجمعيات الغربية يعني التي تقف ضد تجارة الأسلحة، خاصة وأنه نعرف أنه كثير من النشطاء قاموا بجهود جبارة في هذا الصدد دون أي نتيجة. نعم، أعتقد أنك طرحت نقطة مهمة. بهذه الصراعات والبلدان والصادرات، نعم، يترتب على هذه الصناعة كما تعلمون إنشاء فرص عمل ووظائف وانتعاش اقتصادي ولكن إذا نظرنا إلى الصراعات والتوترات الحاصلة في المنطقة بين السعودية وإيران، نعم، هنالك حزمة من العوامل والعناصر الحقيقة التي تؤثر في انتعاش هذه السوق. لكن بعض البلدان في أوروبا يجب أن تحد من صادراتها تحديدا للسعودية، فهذه البلدان زادت من نسبة صادراتها إلى ما يتجاوز 30%. نعم بيتر، طبعا أنت تحدثت عن فوائد كبيرة إن كان على المستوى طبعا الوظيفي أو على مستوى طبعا العائدات المادية الاقتصادية الضخمة لتلك البلدان، لكن هذا لا يبرر طبعا أي انتهاك للقانون الدولي، فمن أين يستقي الغرب قانونية طبعا منحه تراخيص لتصدير هذه الأسلحة لبلدان معروف أنها ستستخدمها في حروب وصراعات تنتهك القانون الدولي الإنساني؟ نعم، أعتقد أن ما يدفع الصناعات في هذه البلدان إلى هذه الصناعات وإلى هذه الصادرات وتصديرها إلى الشرق الأوسط هي أنها في عديد من الحالات نعم تعول وتراهن بالدرجة الأولى على المنافع والمكاسب الاقتصادية. ودعونا نقول
نلفت الانتباه إلى استخدام أو تلك المزاعم التي تشير إلى استخدام السعودية لهذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن. هناك بالتأكيد منافع اقتصادية في مبيعات الأسلحة، لكن من المهم لهذه الحكومات أن تدرك مدى وجسامة هذه الانتهاكات التي ترتكبها وتقترفها من خلال هذه المبيعات. Global economy or the national economies of the countries that export arms. سواء. نعم. نعم بيتر، برأيك يعني ما هو دور تصدير هذه طبعا الأسلحة والمعدات العسكرية في غض النظر عن سياسات الدول الدكتاتورية إن كان الداخلية أو الخارجية؟ نعم يبدو أن هناك يعني عطل تقني ما، في انتظار أن يحل نذهب إلى مايا عوضة ومعلومات أوفى حول تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الأخير عن ارتفاع طبعا نسبة مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، ثم نعود. تزدهر تجارة السلاح وتلقى رواجا مع تفاقم الصراعات في العالم والحروب المستعرة في مختلف البلدان، فقد ارتفع حجم عمليات نقل الأسلحة عالميا في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و 2014 و 20% مقارنة بالسنوات ما بين 2005 و 2009 بحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم بنسبة 36%، حيث صدرت أسلحة إلى 96 دولة، وذهبت نسبة 51% من وارداتها إلى دول الشرق الأوسط. هذا وتأتي روسيا في المرتبة الثانية دوليا من ناحية التصدير، تليها فرنسا، كما تبين الإحصائيات ارتفاع نسبة تصدير إسرائيل للأسلحة بنسبة 77%، مما يضعها في المرتبة الثامنة عالميا. فيما يخص الدول المستوردة، تأتي السعودية في المرتبة الأولى، تليها الهند ومصر. وأفاد التقرير أن واردات دول الشرق الأوسط سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 61% في السنوات الخمس الأخيرة، إذ تشكل هذه المنطقة وحدها 35% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة. نسبة استيراد السعودية للأسلحة ارتفعت بنسبة 130% بين عامي 2015 و 2019. المملكة تستورد 73% من أسلحتها من الولايات المتحدة الأمريكية و 13% من بريطانيا وحوالي 4% من فرنسا. فبالرغم من مناقشة الكونغرس الأمريكي لاحتمال فرض قيود على تسليح السعودية، وذلك بسبب الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها في اليمن، إلا أن السعودية استلمت عام 2019 30 طائرة قتالية من الولايات المتحدة، التي وافقت أيضا على بيعها ما يقدر ب 59,000 قنبلة موجهة وأعداد كبيرة من الصواريخ. أما بالنسبة لمصر، فحجم استيرادها للأسلحة ارتفع بنسبة 212% في السنوات الخمس الأخيرة، لتصبح المستورد الثالث عالميا. ويرجح سبب ذلك إلى مشاركتها العسكرية في ليبيا والقتال في شبه جزيرة سيناء وتزايد مخاوفها من أزمة إمدادات المياه من حوض النيل. وتستورد مصر الأسلحة من فرنسا بالمرتبة الأولى، تليها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط صراعات مزمنة وتصاعد وتصعيدا في معظم النزاعات، يعتبر الباحثون أن كمية الأسلحة المصدرة إليها تثير القلق بشكل كبير. جديد مشاهدينا، طبعا كنا قد فقدنا الاتصال من ستوكهولم مع بيتر ويزمان، كبير الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. يبدو أنه نعم، يبدو أننا استعدنا الاتصال مع بيتر. إذا بيتر، كنت عم بسألك عن أثر طبعا تصدير الأسلحة أو استيرادها من قبل الدول القمعية والديكتاتورية في
كسب أو شراء صمت الغرب عن الانتهاكات في الداخل أو في الخارج؟ نعم، أعتقد أن الحكومات الغربية عليها أن تكون واضحة في هذا الصدد، في فرض شروط ومعايير وضوابط حقوق الإنسان على هذه الحكومات في أرجاء المنطقة، وأن تتوقف عن صادرات الأسلحة وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان الأوروبية تحديدا. هنالك بلدان محددة يجب أن لا تصدر لها الأسلحة، وأن تتوقف هذه الدول عن تصدير الأسلحة لها نتيجة لاضطهادها لشعوبها ونتيجة لتوظيفها لهذه الأسلحة في قمع شعوبها وشعوب أخرى في المنطقة. وعلى سبيل المثال يجب أن تتبنى هذه التدابير كل من روسيا والصين وكل البلدان التي تصدر الأسلحة إلى تلك البلدان. نعم بيتر، طبعا أعود إلى السؤال الأول أيضا كي لا ننهي الموضوع بتشاؤم. سبق لنشطاء بريطانيين أن فازوا أمام محكمة الاستئناف لطبعا قرار الحكومة البريطانية بتصدير الأسلحة للسعودية. الكونغرس أيضا سبق له أن صوت بغرفتيه على قرار يمنع الولايات المتحدة من تصدير الأسلحة للسعودية، إلا أن دونالد ترامب طبعا استخدم صلاحيته الدستورية وحق الفيتو. إذن هل بالفعل يمكن لهذه التقارير والنشاطات أن تقف في وجه تصدير الأسلحة من قبل الغرب للحكومات والدول الديكتاتورية في المنطقة؟ نعم، الواقع الذي أمامنا أن هنالك بعض من البلدان فرضت شيء من القيود والضوابط على صادرات الأسلحة تحديدا في المملكة المتحدة في بريطانيا، إلا أن عدد كبير من البلدان الأخرى لم تحذو حذو بريطانيا أو الدول الأخرى، وما زالت تواصل تصدير الأسلحة إلى المنطقة. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل صادرات أسلحتها إلى المملكة العربية السعودية وتوريد الذخائر والأسلحة بأنواعها، وهذا لكن هذا هو الواقع الذي أمامنا كما أوضحت لكم. لكن مرة أخرى يتعين على هذه الحكومات أن تضع حدا لهذه الانتهاكات وأن تفرض ضغوطا على حكومات مثل حكومة السعودية مقابل صادرات الأسلحة التي تقدمها لها. لكن علينا أن نقر وأن نعترف بأن تأثيرنا ما يزال محدودا على مستوى النشاط والتقارير التي نصدرها في إلزام حكوماتنا وفي حملها على الالتزام بهذه المعايير تجنبا لإذكاء نيران الصراعات في أرجاء مختلفة من المنطقة. نعم، وهل هناك أي تنسيق بين يعني الجمعيات التي تعمل في هذا الشأن والمؤسسات وبين جهات حكومية؟ نعم، في الواقع هنالك عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الناشطة التي تنسق مع أجزاء وأجسام حكومية محددة فيما يتعلق ببعض الجوانب التقنية من أجل فرض شيء من الالتزامات، لكنها لا ترقى في الواقع إلى مستوى إلزام الحكومات. لكن نعم هنالك أنشطة على مستوى المجتمع المدني حيث يحاول الناشطون في هذا المجال تحفيز النقاشات من أجل إلزام الحكومات بالانصياع إلى الضوابط والمعايير المتعلقة بصادرات الأسلحة وتحديدا تصدير الأسلحة إلى المناطق التي تشهد صراعات مزمنة مستعرة.
نعم بيتر ويزمان، إذن كبير الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكرا جزيلا لك.